نتمنىكم يا رب تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبنا لكم تشكيله اخرى، جليبات اخرين، خدمات اخرين، بدلين على اللي تعودتوا تشوفوا. كاين جليبات للبيع ان شاء الله، وكاين جليبات نتاع الكليانات ديالنا. الكليانات ان شاء الله غادي نبداو بالجليبه اللي لابسه انا. كما كتشوفوا هذه ديرناها بالطرز الرباطي وبالرنده خفيفه. هذه الرنده هذه كنسميوها السبوله وهي خفيفه. زيد يا سعاد باش يبان هانتوما الطريزه والرنده. هذه الطريزه اللي درنا لها في الكمام، والرنده ديالها كي كتشوفوا كتجي سبوله رقيقه، والاتقان كما كتشوفوا التدريس كيفاش داير. الشعره على جوج، كنخدموا على جوج شعرات. الالوان اللي دخلنا مع هذا الصوم وهذاك، المهم حنا كنبينو لكم الخدمه اللي سالينا وصافي، يعني ماشي اللي بغى هذه الخدمه بحال هكا مرحبا. الاثمنه كما كنقولوا جد مناسبه، كاينين اللي بغى مرحبا به نديروا له بحال هذه الخدمه هذه. المهم دابا بالنسبه للخدمه ديال العيد، هادو ديال العيد وجناهم العيد الكبير ان شاء الله، واللي بغى شي حاجه مرحبا به مور العيد. مور العيد ان شاء الله، حيت ما بقاش بزاف الوقت للعيد. واه دابا وقفنا الخدمه ديال العيد، وقفنا يعني كنخدموا دابا الخدمه اللي راه عندنا الصراحه، اللي عندنا مور العيد اللي طالبين اللي طالبيننا مور العيد. شوفوا الجليبه الثانيه. واه حيت راه واحد المشاهده، شكرا على الملاحظه. هاد الكاسيدي كتهضروا بجوج ما كنسمعوش، ما كيصلحش. واه داكشي علاش ما حنا راه ما نقدرش نسكت خويا. انا راه ملي ما كنهضرش راه ما كيعجبنيش الفيديو. انا كيعجبني الفيديو نهضر، وزائد راه شي ناس راه كيبغيونا نهضروا ونشرحوا لهم البياسه. ضروري تشرحي البياسه لان الاخت ديالي الكريمه، لان انت هي تقدري واقيلا كتعرفي الصنعه، ولكن كاينين بزاف المغربيات راه ما كيفهموش شنو هي. كيعرفوا الخياطه وصافي، ما كيعرفوش هذه ضفيره، هذه رنده، هذه تدراس، هذه. حنا كنحاولوا نوصلوا لكم داك المعلومه، يعني كنحاولوا نوصلوا لذاك الناس اللي ما كيعرفوش. والحمد لله اليوتيوب دابا كيعرف اللي بغى شي حاجه كيعرفها في اليوتيوب. غير كنوصلوا واحد الحاجه اللي كنخدموها حنا، كنحاولوا اننا نوصلوا لكم داك المعلومه. وصافي اللي كيعرف في الصنعه كان اللي كيخدم في الصنعه كيعرفوا، اللي ما كيعرف والو راه كيجيونا لنا كنقول لك ديروا اللي بغيتوا، راه ما كنعرفوا لا في السيفه لا في الصنعه لا في الرنده. كاين اللي ما كيفرقش ما بين الرنده والصنعه، راه ما كيفرقش بزاف الناس ما كيعرفش. حنا كنشرحوا هذه خدمه المعلم، راه ماشي اننا هادشي كنقولوا بان كنضربوا في انتقاد، بالعكس كنرحبوا بالانتقادات ديالكم، لان الانتقاد ديالكم هو اللي غادي يزيد بينا القدام ان شاء الله. وحنا الصراحه كنبغيو كاع المتتبعات ديالنا، وشي حاجه ما كتعجبهمش فينا مرحبا، هادشي اللي كاين باش نغيروا. اللي كيشوف هو اللي كيشوف، هو اللي كيشوف اكثر. واللي مازال ما تابونا معنا يتابونا وتبارطاجي وتكيو على داك السم دائما، غادي يوصلكم نيشان الواتساب. خمسه د الناس ست الناس الله يجعل البركه داكشي اللي كل واحد. ومرحبا بالجميع، ومرحبا كاع بانتقاداتكم وبتشجيعاتكم، وكنتمنوا انكم تشجعونا، هذا هو اللي كاين. المهم غادي ندس معكم هذه الجليبه هذه باش تشوفوا الخدمه ديالها. هذه الجليبه هذه الطوب صراحه زوينة، ديالها حتى هو مزيون، الخدمه ديالها مزيونه. هذه بالرنده، وهذه بالرنده والطرز، هذه بالصنعه، الخدمه ديال المعلم والصنعه. وهاد التنبات اللي دايرين له هنايا، المهم هاد التنبات هذا كيكون في التوب، هذا ديال التوب واه جاي كنبان زعما حيت كنكحز انا كنصور. لا زيدي هكا شويه، لبسيها باش تبان لهم اكثر. لبسها معكم باش تبان. شوفوا الجليبه الثانيه كما كتشوفوا، هادي خادمينها بالطرسان والقيدات والضفيرات، خدمه المعلم، خدمه المعلم. كما زيدي ليدي باش تشوف شوفوا الشكل الخدمه كيفاش دايره. صراحه كتجي زوينه، دايره بالكم وبالقب كلها دايره حتى القب. هاد الطريزات هادو كيكونوا في التوب، يعني كاين جوج انواع نتاع هاد التنبات. هذا كاين المزيان، هذا البنات راه ما كيطيرش. هذا في التوب جاي، ولكن شي حاجه كاليتي زوينه، يعني ما كطيرش، يعني شي حاجه فنه لاصقه في وبتشباك ديال المعلم حتى من التحت، يعني جايه حتى من التحت. تشباك هذه الخدمه هنايا في الكتاف صراحه جليبه زوينه وبصحه مولاتها، صراحه جات فنه في هذا الكري. هذا كتبان شويه كتبانش عاد في اللون ديالها، هاد الكري هذا جاي واللون ديالها واحد الكري غزال صراحه، ما باينش مزيان في التصوير، ولكن جليبه واعره الصراحه وبصحه مولاتها جات فنه. نشوف جليبه الثانيه،
الجلبه الثانيه لهاد الاورنج هادي حتى هي بالسفيفه ديال السم ستوك مطروزه ومنبته. هادي البنات هادي للبيع اللي بغاتها مرحبا بها للبيع. وهادي ديال زوينه في اللبسه هاد الخدمه هكا تلبسوها هكا في المناسبه لكم اللي واخا الماكينه كما كتشوفوا الخدمه كيفاش تاعي. راه الصراحه كندخلوا حتى اليد لان هاد الملاقيه هادي البنات راها باليد. هادي باليد اللي هنايا هاد الطرز بالماكينه وتنبس باليد. لبسيها قدامهم السعاد و هادي هي جلابة اللي لبستها معاكم بالطرز فيها الطرز بلدي ومنبت طلع رئيستي اللي ما بغيتوش تلبسوها. جلابة واجده الصراحه راه موجوده والله لا هادي تجي مع شي عريصه صراحه فنه. ها انتم الجلابه في الاورنج اللي ما كيبغيش اللوان فاتحين مع هاد مع الالوان الصيفيه كيجيو زوينين هاد الالوان واخا حتى يمشي الابيض ولا حيت ممكن اللي كيبغي لا دابا ولاو الناس كيلبسوا كلشي هذيك الشيء واخا عروسه كتلبس اي لون كتلبسو ماشي ضروري تنحصري في الالوان الفاتحه. الالوان الفاتحه منبت الطرز منبت بالمهرس بالعقيق المهرس صراحه شي حاجه فنه. الضفيره ديال السم نص ستوك وخلاص الخدمه ديال المعلم كلشي مصايب على حقه وطريقه الدريس رقيق الخدمه رقيقه صراحه كلشي زعما مخدوم على حقه وطريقه. هذاك الشيء اللي كان المهم الناس اللي داو علينا هما راه كيعرفوا كيعرفوا شايفين شنو كاين. انا راه بحال كتلبسي جلابة بحال هي مشات ودات الثوب عند الخياط ووجد لها راه حنا كنخدموا الحاجه لنفسنا يعني دائما كنقولوها انا كنقول السواق راه ما كاينش معناش ديما الخدمه كتدخل باليد السفيفه باليد كلشي باليد يعني البنات راه اللون راه ما باينش هاد الاورنج بحال انا مور الكاميرا وراه باين ليا ماشي هو الصراحه في اللون في الحقيقه راه شي حاجه فنه. لا ما كيبانش دائما الالوان ما كتعطيش بحال والله بصح جليبه غزاله هادي. نعطيك السعاد واحد جليبه اخرى زيدي وري لهم قربي لهم مزيان باش يشوفوا ديما كيفاش متقونه وكيفاش مخدومه. دائما غادي نذكركم بالمحل ديالنا. المحل ديالنا جاي حيت اتصلت بينا واحد السيده وهي السيده مسكينه من الدار البيضاء كازا اتصلت بينا الصباح. المهم المحل ديالنا مدينه تازه وديما كنقول لكم اللي بغى شي حاجه نوصلوا له في واخا داخل المغرب كنوصلوا لجميع منطقه الكويره ان شاء الله كنوصلوا لجميع المدن المغربيه وتصل خارج الوطن كنوصلوا له ان شاء الله. بالنسبه للناس اللي في تازه جاي المحل في حي كونوز حي كيكون قبل اتقدم رقم 40 يعني باين كيكون قبل اتقدا يعني راكم شفنا في الفيديو راه غادي يبان لكم الصالون ديال الحيله قال لي تابع لينا تابع تا هو لينا غادي نديروا اللوغو ديالنا اللي باش نتعرفوا ان شاء الله باش يبان. المهم غادي نوريكم الجلبه الثالثه ومرحبا بالجميع مرحبا بالجميع. هي هذه هي هذه واه صافي هاد 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 الشكل ديال الجلابه سعاد خدمنا منه بزاف ديال الجلابات صراحه. الطريزه هذه هكا الطريزه هذه ماشي اللي لبست انا هذا راه اللون مختلف شويه هذا راه جاي غالق شويه ونفس الخدمه هي هذه بالطراسم والعقاد والضفيره والاخرى بالرنده اللي كنت لابسه انا بالرنده ها انتما والناس اللي الصراحه عجبتهم هاد الخدمه هادي هاد الطريزه في يد بزاف الناس اللي عجبتهم هذه وانا خادمين جوج منها وجوج مازال ما كملنا جوج الكليانات خدموا كتجي هي في الكمام وكتجي خفيفه وهذا الرشيمه راه ديالنا حنا رشيمه خاصه بالمحل ديالنا حنا خرجناها حنا اللي وري لهم الفرق ديال الالوان اللي دخلنا في اللون المغلوق والفاتح هذا الصوم وهذا دخلنا له هاد الالوان هذه هذا الكاشيري هذا هو الكاشيري هذا كيجي لون ديالو غالق هما الالوان اللي دخلنا معاه هذه براندا وهذه خدمه مولاتها بخدمه المعلم الضفيره وخدمه المعلم والخدمه اللي كنديروا ديما كتجي من هنايا راه حتى اللون الصراحه ما عطاش قربي مزيان باش يبان اللون بالضبط والخدمه راهي عليك الاخرى ما عرفتش كتب عمل الالوان اللي دخلنا درشمه راها مطلوبه كانت
كتجي زويونه كتجي غير في الكميمات كتجي خديمه خفيفه كاع اللي شافها غير في الكميمات غير في الكميمات كتجي حتى في الفتاحي في الفوق الفتاحي وصافي واحد الشيء اللي كنديروا للانسان شنو بغى شنو اختار صافي هادو هما اللي كان هادو هما الحبيجات اللي خدمنا صافي هادو هما الجلبات اليوم ان شاء الله اللي سالينا ان شاء الله غادي نسالي خدمه اخرى ان شاء الله غادي نشاركوها معكم مازال خدمات ان شاء الله مازالين عندنا انا ما فينيناهمش منين فينيو الصراحه اي حاجه بغينا نشاركوها معكم الصراحه واخا ديك الكليانات ديالنا كنشاركوا معكم وكنوريكم الموديلات اللي رانا كنخدموا فيهم واللي بغات شي حاجه مرحبا بها مرحبا بها من هنا كنقول لكم الى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله ما تنساوش دائما بارطاجي الفيديو واللي مازال ما تابونيت ابونا معنا يفعل الجرس باش يوصل الجديد ديالنا يلا البنات هذه هي نهايه ديال الفيديو ديالنا الى فيديو اخر ان شاء الله العقل ترحامي من شفاه طال سقامي كيف نبقى حيور وانت مسليا روحيها رمز الفاطمه ارحمي يا راحت العقل ترحامي من شفاه طال سقامي كيف نبقى حيور وانت مسليا روحيها الغزال فاطمه